في قفصة انتظم ولمدة يومين الاجتماع 16 نظمته شبكة دستورنا بحضور جميع التنسيقيات الوطنية في إطار سلسلة لقاءاتها الشهرية التي تعقد في الجهات. اللقاء كان فرصة للتباحث في المسائل الداخلية للشبكة وبرامج عملها في الفترة القادمة وإصدار بيان حول عديد المسائل التي تهم الوضع العام للبلاد. بالنسبة للوضع الأمني نسجله بكل يعني حذر وبكل يعني ربما دقة الموقف وعدم وجود استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب. احنا تقييمنا في حكومة الترويكا أن حكومة الترويكا كانت متآمرة ومتواطئة مع الإرهاب وحاولت استغلال الورقة هذه في إطار لعبة سياسية ربما انقلب فيها فيما بعد السحر على الساحر، ولكن كانت أخطاء قاتلة ومكنت حكومة الترويكا المجموعات الإرهابية هذه من مساحات زمنية وجغرافية كبيرة تعمل فيها بحرية وبدون رقيب، وهذا ندفع فيه الآن كاش. يعني الحكومة هذه تقيمنا أنها ربما الإرادة السياسية أكثر وضوح، ولكن القدرة قدرتها ووجود استراتيجية واضحة شاملة لمكافحة الإرهاب، لأنه الإرهاب مش في الشعبي، الإرهاب مش في الجبال، الإرهاب موجود بين ظهرانينا قال الآخر، الإرهاب موجود في الحوم الشعبية، موجود في المدن، موجود في القرى، موجود في الأرياف. التفريق هذا بين الإرهاب النشط والإرهاب النائم، التفريق بين دعوات القتل والقتل، كل هذا يضرب أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب. بالنسبة للوضع المسألة الانتخابية المسألة الثانية، أعتقد أنه الآن تحديات كبيرة على المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، خاصة وأن فما إشكاليات كبار. القانون الانتخابي ليس قانون جيد ولا يؤمن انتخابات ديمقراطية وشفافة، وعلى المجتمع المدني أن يتدارك هذا الوضع ويحاول أن يخفف من أعباء هذا القانون على العملية الانتخابية. والمسألة الثانية هي الشكوك التي تدور حول الهيئة المستقلة للانتخابات التي يبدو أنها ما هيش هيئة مستقلة بتم معنى الكلمة. أعتقد أنه شروط الدنيا للمشاركة في الحوار هذا على أرضية واضحة وسليمة تؤمن توزيع عادل لأعباء الأزمة الاقتصادية على كل الفئات الشعبية هذا غير متوفر إلى حد الآن، وبالتالي أعتقد أنه المشاركة فيه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر غير مطروحة الآن في على الأرضية هذه في الظروف هذه، وبالنتائج وباستخلاصات هذا اللقاء أو هذا الحوار المضبوطة مسبقا.